المتحرش أو المتاجر بالبشر هو شخص لا وازع لديه نهائيا. وحاولت أن أعطي مثالا في حالة إحدى الضحايا من أنها تطلب منا أنها تمشي لبعض الأماكن التي لا علاقة لها بممارسة الأنثى، ولا يمكن لها أن تستفيد منها. ثم قلنا بأن يطلب منا أن تقبله في أماكن متسخة عافنة فيها رائحة الصباط. ثم وأكدت على بعض وسائل الإثبات التي لا أريد أن أقولها للإعلام، هي في الفيديوهات كتأكد اللا إرادية ديال 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 الضحية نهائيا. وأكدتها. مسألة أخرى كذلك هو عندما تزوجت إحدى الضحايا بصديق المتهم عشرة طويلة ومع ذلك ما عندوش الوازع زعما يوقف لا بقا تضغط عليها ولا غنطرد لك الراجل ديالك ولا غادي ندير ولا غادي ندير. وما سبب بكاء المحامين في الجلسه؟ هو بكاء لانه كنت كنبين الحاله ديال تنقول هذه السيده هذه اللي وقفات وجات اللي كانت كتعرض هذا النوع ديال الانتهاك ماشي اللي ذكرت كامل. ومن بعد انه تزوج ويقول لها اجي وهي حامله او يقول لها اجي واخا انت حامله، ومن بعد واخا حامله ما عتقاش، ومن بعد قال لها باش تمشي جيبي لي واحده اخرى. اش من وازع عند هذه السيده هذا؟ اش من اخلاق؟ اش من كانت مسكينه راه بكات وقدمت انا قلت لهم اذا واش كتمثل هذه؟ بكات يعني بكات بواحد الحراره شديده جدا. والابو عشرين تا وراه ناض كيغوت عليا وكيوصفني بالمتوحش. وصف الاستاذ بالمتوحش يعني خرج الطبيعه ديالو. داكشي التفاصيل اللي كنا كندرسوها وكنحلو كنبينوها على حقيقتها انه ما استحملش وناض كيغوت عليا وكيزبل باش انني نتراجع على الكلام اللي كنقول، حيت ان كلام قانوني كنوصف به هذاك الشيء ديك البشاعه اللي كان تيمارس. وانا خديت غير دابا غير المحكمه خاصها توقف للتسعود ما يعني كنا كنختصروا شي شويه. وبينت في الاخر بانه ما نتفك معاك انا لا حتى تجيب لي واحده اخرى، ومشات جابتها يعني مشات جابتها والا غادي يرتكب فيها جرائم اخرى. وجات ديك البنت الاخرى اللي هي المرس جابتها ولكن قالت لها عندك حمي راسك راه شنو حدراتها وكانت في جلسه سابقه المرس قالت ودي بانه هي راه حدراتني فعلا ولكن قلت ربما كتبالغ ثانيه صحفيه لا هذيك كانت عاد تجي تخدم هذيك المرس كانت باغا تجي تخدم وكانت جلا وبعد عاوتاني دخلت في اطار الابتزاز وفي اطار التجاره في البشر. وكيفرض عليهم بانهم يمارسوا الجنس مع بعضياتهم وكيشوف شنو كيستافد هذا سلوك عادي صافي مع انه كيعذب هاد البنات. انا قلت لهم المحكمه قلت لهم حنا تنعرفوا الجنس وكنعرفوا الجنس الطبيعي والجنس غير الطبيعي وكذا لان الشيخ يتقال لان الموضوع النيت ديال المحاكمه هو الجنس الغير رضائي الاتجاه في البشر الاغتصاب هذاك العرض التحرش الجنسي. والتحرش الجنسي عرفتي شنو التحرش الجنسي؟ راه شوف المتحرش والهاتك العرض والمتاجر بالبشر الصفه ديال مولاهم انه شخصيه ضعيفه تيقدرش يمشي يقنع شي وحده باش تمشي معاه. قنعتي تمشي معاك ما قنعتيهاش الله يعاون الا كنتي طبيعي بقيتي كدير اسلوب ديال التحرش وكدير اسلوب ديال الهاتك العرض والاتجاه في البشر انا كنت شخصيه ضعيفه تتشد الضحيه ذاك الكوان بحال ذاك الديب اللي كيشد الحمار الصغير في شي بلاصه يعني كيشتكى فوق الفرص. وفي الاخر وصلت كنناقش كذلك الخبره اللي كانت يعني خبره علميه واننا حنايا كنا السباقين الى طرحيه باش نسدوا الفام والهضره. وقلنا في حال ما المحكمه حكمت بالادانه على المتهم غادي يقولوا لنا ايوا المحكمه راها ما دارتش الخبره ولماذا لم تقم بالخبره وانا شكنا في هاته في هذه التسجيلات. ولكن الحمد لله انه تمت احاله الخبره على الدرك الملكي اللي هو تتمتع بواحد السمعه عالميه في الكفاءه العلميه والنزاهه، وبالتالي فما حتى واحد ما يقدر يشكك في العلميه وفي الخبره ديال الدرك الملكي. وبالتالي فالخبره ديال الدرك الملكي غتكشف الشهود ديال المتهم اللي كانوا تيعزلوا في الادوات وكذلك تيكشفوا
مجموعه ديال 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 الشهادات اللي كانت كتقول لك لا انا ماشي هي هذيك، لا هو هذاك ولكن انا ماشي هي هذيك. داكشي صريحه، حنا راه كنشوفوا انك انت